أهلا ومرحبا بكم في عالمنا. عبد الحليم كان قيمة وقامة، دقته في العمل، بيحس بالصالة اللي بكرة هيشوفها وهي مليانة، ويسمع نفسه وينتقد نفسه. الذين يغنون عيونهم تلتقط أي حد خارج من المسرح. 99% ذكاء فني. قال أنا مش عايز أغني الأغنية دي، فعلاً أغنية شوق مع الأغنية شوق مع شوق. تقدروا تقتلوني، مش شغلتي إن أنا أقول بيان. كان في بعض الصحفيين قالوا عليه بيتمرد، بس كان مريض فعلاً. السعادة اللي بتتحقق له من نجاح أغانيه هي اللي بتخليه قوي نزيف. دعوه يغني. ما أظنش إن عبد الحليم كان بيهزه صوت تاني. عبد الحليم هو الذي أخرج أجمل ما قال نزار قباني. ما أصعب أنتم وامرأة يا ولدي ليس لها عنوان، ليس لها عنوان، ليس لها عنوان، عنوان، عنوان. Yeah.